تم افتتاح مول الحمراء في مدينة الدانا، والحمد لله رب العالمين شايف انت الاقبال العام بالنسبة للناس والزبائن، يعني شيء ما كنا متوقعينه الحمد لله رب العالمين. وبالنسبة للمحلات التجارية هون يعني في تنوع كبير الحمد لله، بالنسبة للمواد الغذائية السوبر ماركت، بالنسبة لمحلات الألبسة، الاكسسوارات، مطاعم، مفروشات، كل ما بتحتاجه موجود بهالمول إن شاء الله. المول بيضم 4 طوابق بالإضافة للطابق الأرضي، والحسومات اليوم بمناسبة الافتتاح في حسومات 25% موجودة في كل المحلات إن شاء الله. بالنسبة لعدد الصالات والمحلات ما يقارب بين 160 صالة ومحل تجاري، وفرص العمل الحمد لله يعني أمنا ما يقارب تقريبا 400 فرصة عمل. بالنسبة لمميزات المول اللي هي 6 أدراج كهربائية، مصعدين خدمة، والسيكوريتي الموجودين موزعين هون بالمول للأمن وعمال النظافة. هلا بالنسبة لموضوع العروضات اللي كانت في مول الحمراء بالنسبة للأجارات، هي كانت دافع كتير كبير لاستقطاب أكبر عدد من المستثمرين، وخاصة أن الأجور كانت رمزية. هلا هذا بيعكس إيجابا على المستثمر نفسه، لأن اليوم أنت وقت بيكون أجارك 200-300 دولار بمحلك، فأكيد حيكون مرابحك أكثر من اللازم. هلا هون نحن عنا بالمول إن شاء الله حتكون الأسعار يعني بما تكون توازي الأسواق المجاورة، يعني أسعاره مناسبة بالنسبة للبقايا يعني. والحمد لله مول حلو، وعم نستنى الافتتاح الجميل، وإن شاء الله لعل وعسى خير بالنسبة لهالناس هي الطيبة والدراويش يعني. وأسعار جدا مناسبة والله، ما فيها الغلا كتير يعني. Thank you.